بما اني امبارح اتكلمت سريع عن لو تفتكروا معايا عن مباراه منتخب مصر للناشئين وللاسف خسر في ليبيا 2-1 في تصفيات افريقيا، حمله الانتقادات اللي كلمتكم عليها وقلت نهدى شويه، قلت بلاش ذبح اللعيبه، وطبعا الموضوع كان واضح جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. النهارده هبدا كلامي بشكل اكبر عن اهميه دعم كل المنتخبات المصرية، يعني هنا مش بتكلم على فريق معين أو مرحلة سنية معينة، لازم المرحلة القادمة تكون فيها دعم شديد، وهي دي الكرة اللي بنتمناها، وهي دي اللي بنتكلم عليها مستقبل الكرة المصرية. هقول لكم ليه، علشان ده اللي مطلوب مننا، مطلوب مننا ان احنا كل مشجع مصري، مطلوب مننا ان كل واحد بيعشق الكوره يوفر المناخ الصحيح اللي يخلي الناس دي فعلا تشتغل، وان يكون في منظومه كرويه حقيقيه بتحقق نجاح. طبعا ممثله في اتحاد الكوره بجانب دورنا كاعلام طبعا. طيب هيكون معانا دلوقتي عشان نستكمل حديثنا عن فريق فيوتشر، هيكون معانا الكابتن محمد عبد الكريم مدرب العام لفريق فيوتشر. بنصبح على حضرتك يا كابتن، صباحك زي الفل. صباح الخير يا فرح، عليكي وعلى جميع الساده المشاهدين، وتحياتي ليكي. صباح الفل عليك وتحياتي ليك، والف مليون مبروك على تأهل فريق فيوتشر. كنت بقول في بدايه حديثي ان هو فوز دراماتيكي وكان صعب، ما كانش سهل، ولكن دايما بنقول هي دي المتعه. اعتقد المباريات اللي الواحد بيكسبها بهدف عادي كده في اول الماتش ويفضل مكمل على اول المباراه كده من اولها لحد الاخر، ما بيكونش ليها طعم زي هدف الدقيقه 90 وزي ركلات الترجيح اللي بيجي من بعدها طبعا فوز وتأهل في نفس التوقيت. طبعا انا بايدك يا فرح في كل اللي انت بتقوليه، لان فعلا انا قلت كده امبارح في قناه فرعون عندكم ان فوز صعب بس ممتع. فعشان حلاوته في صعوبته، يعني بنلعب فرقه محترمه جدا، فرقه نازله من دوري الابطال، كنا دارسين كل السيناريوهات يا كابتن علي، واحنا كجهاز فني كنا عاملين كل السيناريو، احنا كنا متعادلين هناك، كنا كسبانين 1 وتعادلنا في اخر دي 94، نفس السيناريو اتكرر، كنا مجهزين اللعيبه كلها وجنش على ضربات الجزاء. فالحمد لله، الحمد لله اللعيبه دي تعبت. كمشاركه فيوتشر في اول سنه وتوصل لدوري المجموعات بدون هزيمه في الست مباريات، فدي برضو ايجابيات. تحرزي 9 اهداف ويخش في مرماكي هدفين، فبقول الحمد لله، ببارك لبرضو النادي والجهاز الفني واللعيبه، وان شاء الله. والجمهور المصري، فيوتشر بيمثل مصر دلوقتي زي ما كنت انت بتقولي فعلا، ان الاربع انديه في مصر. انا لسه جاي لي معلومه ان مفيش دوله فيها فرقتين في دوري الابطال وكاس الكونفدراليه غير مصر. صحيح. فدي حاجه كويسه جدا للكره المصريه. يعني هل اقدر اقول ان في لحظه من اللحظات يعني كان عندكم توقع ان المباراه توصل لركلات الترجيح، وزي ما حضرتك بتقول كنتوا مجهزين جنش، او كنتوا بتتمنوا انها توصل لركلات الترجيح علشان عندكم ثقه في حارس كبير جدا داخل صفوف فريق فيوتشر، فكان عندكم امل ان لو وصلت المباراه او لو قدرتوا توصلوها لركلات الترجيح ممكن ده يزود الكفه بتاعه انه فريق فيوتشر هو اللي ينجح في التاهل؟ طبعا لما يكون عندك حارس كبير زي جنش بخبراته بالافريقيه مع نادي الزمالك ومع منتخب مصر، طبعا كده كان احنا كجهاز ما كناش نتمنى نوصل لضربات جزاء، احنا كنا عايزين نحسمها من بدري. لما دخل فينا جون في نهايه الشوط الاولاني بين الشوطين، الكابتن علي قال للعيبه لازم نهدى ولازم نلعب طريقه لعبنا، الجون هيجي لو انت لعبنا كور طويله ولعبنا كده، هم عايزين كده. لكن الحمد لله لعبنا لعبين وضيعنا فرصه واثنين وثلاثه الشوط الثاني، وفي الاخر جون جيب اللعب، جيب طريقه لعبنا، فجه في الاخر فربنا كافئ عمر كمال وكافئ الفرقه كلها بالجون ده. ولما وصلنا لضربات الجزاء كنا واثقين في ربنا سبحانه وتعالى وفي اللعيبه وفي جنش ان شاء الله ربنا يكرمنا بالصعود، وهو ده اللي حصل يعني. طيب لو اتكلمت عن عمر كمال عبد الواحد وعلامات استفهام بعدم انضمامه للمنتخب المصري، يمكن وقلنا قناعات مديرين فنيين، وده كان كلامي في اول حديثي خلال الايام اللي فاتت منذ اعلان القائمه النهائيه لمنتخبنا المصري، ولكن لاعب يتالق ومستمر على مستوى ثابت في نفس التوقيت، هو ده ايضا لو بنتكلم عليه كمركز هو مدافع، ولكن اهدافه غاليه قوي مع فريق فيوتشر، سواء كان الموسم اللي فات في مسابقه الدوري المصري ممتاز، او حتى سواء شايفين دلوقتي في الكونفدراليه الافريقيه، بياكد على كلامنا ان هو بيحرز اهداف مؤثره كمدافع، وفي نفس التوقيت الاهداف دي بتكون سبب في فوز فريق. وتعليق حضرتك ايه، وتعليقك ايه على غياب عمر كمال عبد الواحد عن منتخبنا المصري؟ طبعا انا معاك يا فرح في كل الكلام اللي بتقوليه، لكن بنحترم وجهه نظر الجهاز الفني لمنتخب مصر وبندعمه ونتمنى له التوفيق ان شاء الله.
لكن احنا واثقين في لعيبتنا، وبرده زي ما قلنا السنه اللي فاتت ان فيوتشر عنده لعيبه كويسين، في 3 4 لعيبه هيروحوا المنتخب، واحنا برده واثقين كده وشغالين مع اللعيبه على كده. لازم يكون عندهم طموح، حتى لو ما راحش المعسكر ده لازم يزود سواء عمر كمال او لعيبه كتير كده. بس السنه اللي فاتت كان في 3 لعيبه بيمثلوا منتخب مصر من فيوتشر، محمد عبد المنعم قبل ما ينتقل للنادي الاهلي، وعمر كمال واحمد رفعت. السنه دي ان شاء الله هنشوف 3 او 4 لعيبه ان شاء الله في منتخب مصر، هو ده احنا كجهاز فني شغالين عليه. صحيح. طيب لو رحت مع حضرتك ايضا للرخصه الدوليه الخاصه بالكابتن علي ماهر، هل هتنتهي خلاص الحدوته دي او الرخصه التدريبيه ونقدر نشوفه بقى متواجد في ارض الملعب؟ ان شاء الله ان شاء الله. يعني كابتن علي كان مسافر 4 أو 5 أيام وبعد كده سافر تاني الفتره اللي فاتت، فان شاء الله في خلال الايام اللي جايه دي الموضوع ده هيخلص، لان احنا انا كمحمد عبد الكريم مفتقده، مفتقده على الخط ومفتقده معايا على الدكه. فان شاء الله يكون كابتن علي موجود الفتره اللي جايه معانا ان شاء الله باذن الله. في النهايه برضه عايزه اعرف الطموح بشكل عام لفريق فيوتشر. طبعا فوز مهم وفوز معنوي بالتاكيد هيفرق مع فريق فيوتشر في الطموح بشكل عام في المنافسه على مسابقه الدوري المصري الممتاز، وطبعا كاس الرابطه ايضا والاستعداد ليه، وانتوا ابطال كاس الرابطه اعتقد هيكون في طموح اعلى ومتزايد مع بدايه الموسم الجديد لكاس الرابطه. ان شاء الله يا فرح. احنا قلنا للعيبه احنا السنه اللي فاتت في اول سنه الدوري الممتاز خدنا بطوله، لازم السنه دي ان شاء الله هنكون في المربع اقل حاجه. ان شاء الله نتمنى ننافس على 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 بطوله كاس مصر وعلى الدوري السنه دي صعب جدا، وان شاء الله نوصل لابعد مدى في دوري المجموعات، خاصه احنا الحمد لله ربنا يعني ان شاء الله ربنا برضه كريم ان احنا وصلنا، والصفقات الجديده هتشارك معانا في دوري المجموعات. صحيح. ودي اضافه كبيره زي عمر السعيد وعبد الكبير الوادي وحجي وعبد الله ياسين وباسم علي، ففي لعيبه كتير جدا هتشارك معانا هيعملوا اضافه مع المجموعه اللي متواجده، اللي هي انا بشكرهم جدا على الرجوله بتاعتهم وعلى ان هم وصلوا الفرقه لدوري المجموعات. صحيح. يعني بنتمنى لكم كل التوفيق طبعا يا كابتن، وفي نفس التوقيت بنحييكم على اللعيبه الحقيقه ان عندها روح كبير قوي وعندها دفعه معنويه شديده جدا شايفينها خلال الايام اللي فاتت، وعايزين يحققوا حاجه فعلا ويكونوا دايما كلهم بيشرفوا فريق فيوتشر اللي كان سبب كبير قوي في ان هو يشتغل على مستوياتهم ويطورهم. وهنا ما بستثنيش اي لاعب، لو بتكلم على اي لاعب من اللعيبه اللي كانوا متواجدين في مسابقه الدوري ولكن مش قادر ان هو كان ينور او يلمع، اعتقد فريق فيوتشر كان سبب ودور كبير قوي، زي سعد سمير، مروان محسن، كريم ندفد، عدد كبير جدا يعني. اتكلمت عن الناصر ماهر، احمد عاطف، زي ما حضرتك فعلا بتتكلم. صحيح صحيح. فبنتمنى لكم كل التوفيق وبنتمنى المنظومه كلها طبعا كل التوفيق. شكرا يا فرح. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الكابتن محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق فيوتشر، شكرا جزيلا، تحياتنا ليك والف مليون مبروك على الفوز الغالي والتأهل ايضا.